الشباب والرياضة فترة ذهبية بتعيشها الرياضة المصرية على كافة الأصعدة، زي ما قلنا كرة اليد كرة القدم وأيضا في النهاردة كرة الطائرة، فترة ذهبية وحضرتك ليك دور كبير جدا في هذه الفترة. أولا الحمد لله الفترة الذهبية فترة دعم فخامة الرئيس القيادة السياسية للرياضة المصرية وللشباب المصري في كل القطاعات وكل المجالات، أيضا دورنا ودور يعني الحكومة المصرية والدفعة الكبيرة من دولة رئيس الوزراء في الحقيقة بتؤهلنا أن احنا نكون ورا أولادنا، بنخلق وبنعمل وبندفع جيل جديد طالع من أسفل إلى أعلى، بنهتم بيهم جدا جدا. أولادنا دول السنة اللي فاتت كانوا أيضا في بطولة العالم وفي تونس وسافرنا لهم وقعدنا معاهم ودفعناهم، لكن العمل الجماعي أكيد بيساوي نجاح كبير جدا. الحمد لله ألف مبروك، بطولة 21 سنة أول أفريقيا تستضيفها مصر، تضاف إلى مجموعة البطولات اللي مصر بتستضيفها مؤهلة لكأس العالم، وعندنا فريقين مسافرين إن شاء الله بطولة أفريقية في نيجيريا، هيكون 19 سنة ولاد و18 سنة بنات، إن شاء الله إحنا دافعين ورا كل ولادنا ورا الرياضة المصرية. دكتور أشرف، الفترة الأخيرة أثبتت أن مصر تملك بنية تحتية قوية، تملك كوادر إدارية في النواحي التنظيمية في ظل ظروف صعبة بيعيشها العالم. أكيد الحمد لله، يعني بالتخطيط الجيد ووقوف الدولة المصرية بنقدر أن احنا يعني نستضيف وننظم في الظروف اللي موجودة. الجزء الآخر طبعا لازم نكون عارفين إمكانياتنا كويس، الدولة المصرية الحديثة اللي بتتطور مدركة ما نمتلكه، الحمد لله في بنية أساسية كبيرة جدا بتعيشها مصر في كل المجالات وإحنا بنعيشها في المجال الرياضي كمان. البنية البشرية عندنا خبرات كتيرة جدا مصر والمصريين في كل المجالات، عندنا كليات متخصصة كتيرة، فبالتالي يعني نقدر نقول الحمد لله بالتفكير والعزيمة والولاء لبلدنا وننقل ده لكل شباب مصر نقدر نعمل حاجات كتير. القيادة السياسية وفخامة الرئيس قريب جدا من نبض الشارع وقريب جدا من نبض الرياضيين والدعم المتواصل اللي بيديه لكل أفراد المنظومة الرياضية. أكيد ده مهم جدا، بنشوف سيادته بيركب العجلة وبيجري وبينزل مع العمال، دي كلها دفعة قوية وبتدينا احنا كمان في عملنا التنفيذي ان احنا يعني نكون على نفس الدرب في الحقيقة ونكون مع يعني ولادنا وشبابنا وننزل ونحفز ونفكر ونخطط، وده سر المنظومة المصرية وبناء الدولة الحديثة. شكرا. أشرف، على المستوى الشخصي شايف ان انت حققت كتير من احلامك، انا عارف ان عندك احلام وتطلعات كتير جدا ونفسك تشوف الرياضة المصرية في المكانة اللي يستحقها الرياضة المصرية ودايما هي الريادة. لا احنا دايما ليميت ذا سكاي، حدودنا السماء، حدودنا السماء بنفس طريقة العمل في الدولة المصرية. اكيد احنا عايزين نعمل كتير كتير، بنبني سيستم او نظام عمل يستمر يعني للي بعدي وللي بعده وهكذا، لكن انا نفسي في حاجات كتير، نفسي في حاجات كتير، بنبني قاعده كبيره من تحت، بنتسلح بالعلم في الحقيقه والقدره على التفكير. المجال الرياضي مجال كبير جدا، بنصنفه استراتيجيا في حاجات كتير، يمكن على السطح المجال التنافسي او بعض الاشتباكات اللي موجوده مع التواصل بندخل نحل ازمه ناتج عن الاخرين، لكن بنبني من تحت كويس ان شاء الله مع النظم ومع حاجات كتير هيكون المستقبل افضل كتير يعني، وده ما اتمناه. اخيرا دكتور، يعني عايزين نكون منصفين، حضرتك قدمت كوادر وقدمت اجيال جديده مش على نطاق الرياضه فقط، لا انت قدمت كوادر اداريه وخلقت شخصيات، يعني مش هكون بجامل حضرتك لما اقول ان ليك فضل كبير جدا في هذا الامر. لا ابدا، ده بالعكس، احنا الحمد لله القيادة السياسية من أول يوم اهتمت بالشباب واهتمت بالمرأة تحديدا يعني، لكن بنظام فاعل، بنظام يعني ده مدروس الحقيقة، وده بننقله إلى استراتيجية بناء الإنسان. الإنسان هو الجوهر وهو الأساس اللي تتبني به الأمم، عشان كده كان لازم إن احنا نقوم بالدور دوت في نطاقنا في المجالات الشبابية المتعددة بفهم وإدراك وقوة ومستهدفات واضحة. شكرا يا دكتور، ومستنيني كتير جدا في الرياضة المصرية. متشكرين. شكرا. متشكرين كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم لا محدود بيقدم للرياضة المصرية على كافة الأصعدة وعلى كافة الألعاب وكافة المنافسات. من جديد تعود الكلمة ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام.